خوت السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، اموركم هانيه. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في صحه جيده وانتم كتشاهدوا الفيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي مهم بزاف وكيخص الابناء ديالنا، وبسبب هذا الموضوع هذا بزاف ديال الناس اللي كتكون عندهم فكره باش انهم يهاجروا كندا ومن بعد كيتخلاو على هذه الفكره هذه. علاش؟ لان بسبب هذا الموضوع هذا خارجين بزاف ديال الاقاويل، خارجين بزاف ديال الاشاعات، وكيف ما معروف علينا نحن العرب، ففاش كتوصلنا شي اشاعه ولا كتوصلنا شي معلومه مع شي شخص بلا ما كنبحثوا بلا ما كنعرفوا المصدر ديالها، فاحنا كنشدوها كنعاودوها لواحد اخر وكنزيدوا فيها فويخرات كما كنقولوا حنا بالعربيه، واحد اخر تزيد فيها حتى هو، وكتبقى غادا وكتكبر غادا وكتكبر غادا وكتكبر حتى تتولي مشكله كبيره اللي كيردوها الناس انها امر واقع. فبزاف ديال الناس كيتسائلوا على الدور ديال الدي بي جي او شنو هي الدي بي جي. الدي بي جي الخوت هي ديريكتور دو لا بروتيكسيون دو لا جونيس. هاد الدي بي جي هادي هي اللي تقول الناس على انها ممكن في اي لحظه غتجي عندك غتدق عليك باب دارك غتقول لك جيب دوك الابناء ديالك غادي نديهم، بمعنى انه انت كمواطن عايش هنا في كندا فما تيبقاش عندك الحريه في تربيه الابناء ديالك. ولكن هادي غلط. فالدي بي جي بالنسبه لي انا هي واحد المؤسسة أو واحد المنظمة أو واحد الهيئة اللي كتحمي الأطفال ديالك من بزاف ديال الأشياء. وهاد الدي بي جي هادي ماشي أنا اللي غنهضر فيها، لأنه كاينين بزاف ديال الناس غينوضوا في التعاليق يقول لك أنت أش كتعرف على الدي بي جي؟ وأنت واش زايد في كندا؟ أنت واش كبرتي هنايا؟ أنت واش قريتي هنايا؟ أنت ما عندك حتى شي دراية بالدي بي جي؟ ولكن غادي نجاوبكم، غادي نقول لك ماشي أنا اللي غادي نهضر لكم على الدي بي جي، ولكن غنخلي الزوجة ديالي هي اللي غتهضر لكم على الدي بي جي لأنها زايدة هنايا. وكذلك فاش كانت كتقرا فايتين جاو عندهم الدي بي جي البلاصة فين كتقرا وشرحوا لهم بزاف ديال الأشياء اللي غنخلي الزوجة ديالي هي اللي غادي تبارطاجيهم معكم. ونقطة أخرى غادي نطرقوا لها في هذا الفيديو اللي هي المثلية. قال لك لأن المثلية هنايا في كندا كيدرسوها الأطفال من الصغر وكيفرضوا عليهم على أنهم يكونوا مثليين، يعني كندا قال لك الطفل فاش يكون صغير تيعلموه على أنه باش يكبر يولي مثلي. هذا الشيء كامل صراحة إذا جبت واحد حمق غتسمعوا هذه الهضرة هذه يقدر يضحك عليك. وكنشوفوا أن الناس واعيين بعقلهم، ربي نعم عليهم هذه النعمة ديال العقل، وكيصدقوا بحال هاد الاشياء هذه. المهم غنخليو الزوجه ديالي هي اللي تهضر على كل شيء. المهم الخوت انا رجعت معكم وسط هاد الاجواء الرائعه، الاجواء ديال الغروب. السلام كوثر، كي دايره؟ بخير السلام، صافا الحمد لله. انت؟ الحمد لله. كي جاتك هاد الاجواء هذه؟ زوينه، كلشي تسولاي والواد. دابا كوثر، بما انك يعني واحد الموضوع فيما كنهضر فيه انايا تيقول لك على انت، يعني انت ما زايدش هنايا، ما عارفش يعني الابناء ديال المسلمين هنا كيفاش يعانيوا الاباء ديالهم الى اخره. فواحد الحاجه اللي بزاف كيتشكاو منها الناس اللي هي الدي بي جي، ديجا شرحت لهم بكيوم هي ديريكتور دو لا بروتيكسيون دو لا جونيس بالمعنى ديالها. يعني الدي بي جي قال لك هذه واحد المنظمه ولا مؤسسه اللي كتحمي الاطفال، قال لك اي لحظه ممكن يجيو يدقوا على الباب دارك يقول لك راه الطفل ديالك ما ناخذو غنعطيو واحد العائله اخرى. كاين اللي تيقول لك انه كيعطيو العائلات اللي ما كينجبوش تكون مثلا عائله اما يهوديه اما ملحده. واش هادشي بصح؟ لا هادشي ما كاينش، هادشي اصلا ما يمكنش، حيت يعني كيبقاو لي بارون هما لي تيتور برينسيبال ديال الابناء، و ما يمكنش غادي شي حد غير هكاك بدون سبب وياخذو ليك. دونك سي سا هما. المهم نكمل تحت من بعد. بالنسبه للدي بي جي فايتين جاو عندكم بعد المدرسه؟ يعني كانوا جاي في السي جي فايتين جاو عندكم؟ في الكادر ديال القرايه ديالي. في الكادر ديال القرايه شنو قالوا لك؟ الاشياء اللي قالوا لكم بزاف ديال الحوايج. هضر لينا بريمون على لي بلانت مثلا، الا بغيتي تشكي بشي واحد كتكون كيكون داكشي انونيم، زعما ماشي ضروري تعطي سميتك ولا تقول شكون انت. يعني يقدر اي واحد مثلا سوا جارك ولا شي حاجه، شي واحد في المدرسه ولا شي واحد في الكاردوري ولا شي واحد دايس في الزنقه يقدر يشوف شي حاجه ماشي هي يسينيالي. مي اون ميم طون هما راه كيعرفوا يديروا الفرق، يفرقوا هذوك لي سينيالمون، يعني لي سينيالمون اللي هما معقولين ولا لي سينيالمون اللي مثلا كيكونوا غير كتكون هذيك غير اون جالوزي مثلا، حيت كاين بزاف ديال لي سيتياسيون مثلا يقدر يكون عندك شي جارك ما كتفاهمش معاه ولا عندك مع شي مشاكل وغيبغي يأذيك مثلا. هادشي قال لنا كاين هاد الحالات كيوقعوا. وكيفاش غيبدا كيبدا يمشي عايط للدي بي جي زعما يقول لهم مثلا
كيدير شي حاجه مع ولادي ولا فهمتي. يعني واحد النقطه اخرى بغيت لي هي مهمه، شنو هما الحالات اللي ممكن دي بي جي ما تسامحش فيهم ياخذوك ابن ديالك؟ الحالات اللي ما تسامحش فيهم هي مثلا الا كان الطفل في خطر، سواء خطر جسدي ولا خطر نفساني، الا كان الطفل مناصي يعني مهدد بالخطر، يعني اي سيتوياسيون لي سي سا اي سيتوياسيون لي تقدر ماشي تضرو، مي المهم الا هذاك الطفل ما غاديش يديفلوبا يعني بطريقه مزيانه الا بقى في هذيك العائله، فهمتي، غادي يتأدى نيجاتيفمون. ولكن دابا دي بي جي واش مثلا نفرضوا مثلا واحد الطفل شي ناس شكا وقالوا ان جيراننا عندهم واحد الطفل اللي كي تنظنوا انه كيتعرض للمضايقات، يعني والديه ديما مغاوتين، ديما كنسمعوا الصداع، ديما كنسمعوا ان مثلا بوا مثلا كيجي سكران للدار، كنسمعوا مثلا بحال المشاكل هادو. واش مثلا من الديبار غيجيو ياخذوا لك الولد ولا كيحاولوا الدي بي جي يديروا معاهده تصالح يعاولوا انهم يعالجوا المشكل؟ واش هما واش مصلحتهم ان هاد الدي بي جي في مصلحه واش كيشوفوا ان الطفل في مصلحته وانه يتربى في عائله اخرى؟ ماشي في مصلحته، حيت يعني احسن بلاصه اللي يقدر يتربى فيها الطفل هو حدا والديه، حدا الناس اللي ولدوه، حدا الناس اللي كيبغيو لو بلوس في هذا العالم، يعني هما الوالدين، ما كاينش حد غيبغي اكثر من والديك، دونك هما عارفين هذا الشيء وعارفين بلي هذا الشيء شي حاجه طبيعيه، يعني ما هما كيديروا جهدهم باش ما يبعدوكش على والديك، حيت هما احسن الناس اللي يقدروا يربوك. حيت كاين بزاف ديال الناس يقول لك ان الدي بي جي تقدر تجي مثلا انت جالس مع ليك ما بيك تيدقوا ياخذوا لك ولادك غير هكا، يعني هادو هذه الهضره اللي مخرجين الناس اللي غير كيسمعوا ما فاهمينش. هو اصلا هي جيتي تشوف هادشي ماشي منطقي، يعني ما يمكنش كيفاش غادي يجي شي حد ينا حق يجي يحيد لك ولادك، الا كان ما يحيد راه غادي تكون اونكيت بعدا، كاين بزاف ديال لي زيتاب كدوز عليهم عاد كتوصل لهذيك المرحله ديال يحيدو، ماشي من الاول كيجيو، بعدا كيكون واحد البروسيسوس كامل مكمول من الاول، مثلا يقدروا يجيو يهضروا معاك، يتعرفوا عليك، يسولوك مثلا على الحاله ديالك، الا كان عندك شي مشاكل، الا كنتي محتاج مساعده في شي حاجه يقدروا يعاونوك، مثلا الا كان عندك دي ديفيكولتي فينانسيير يعني في الفلوس، يعني هما كيشوفوا كياناليزيو السيتوياسيون كامله مكموله، وسي سا ديك الساعات كيقروا كيشوفوا شنو يقدروا يديروا معاك، شنو الحلول. يعني في خلاصه القول ان هاد الدي بي جي هذه في مصلحه الطفل، يعني جات باش تحمي الطفل، ماشي جات باش انها يعني تخصب دوك الاباء من الاولاد ديالهم، يعني ما كاينش، ما يمكنش ان الدي بي جي تجي هكا تقول لك راه دوك الاولاد غادي نحيدو، ما كايناش هاد القضيه. بحال قلتي الهدف برينسيبال هو انهم يحميو الطفل، يعني الطفل يكون سعيد في العيشه ديالو، يديفلوبا مزيان، هادشي هما هذا هو الهدف ديالهم، هادشي اللي بغاو. وبالنسبه للاطفال اللي كيتعرضوا للعنف، واش حتى في المدارس ما كيوعيوكمش بهذه المساله هذه؟ لانني انا ضد كونتر الاباء اللي كيعنفوا الابناء ديالهم، لانه شحال من مره كتلقى مثلا شي اب وقع له شي مشكل في الخدمه ديالو، ولا وقع له شي حاجه وقعت برا ولا شي حاجه، وديك العصبيه اللي كتكون عنده ولا هذيك الحاله اللي كتكون فيه كيدخل داك الشيء كيخرجوا فيه في الابناء ديالو. انا ضد هذا الشيء، انا هذا الشيء القضيه راه كيوعيو عليها، يعني كيعلموا الطفل الحقوق ديالو شنو هما، مي سي سا درجه دابا هاد لي ديغنييغ زاني هادو ولينا كنلاحظوا بلي بزاف ديال الاباء كيتجنبوا هذيك القضيه ديال الضرب، يعني حيت عارفين بلي يعني الاولاد يعني ما بقاش بحال شحال هادي، فهمتي، الاولاد كيكونوا عارفين في المدرسه، حتى في المدرسه كيهضروا معاهم، دونك لاحظت بلي ولا بزاف ديال لي بارون كيتحكموا في راسهم من هاد الناحيه، وكيحاولوا يربيو ولادهم بطريقه يعني يعني بلا عنف. وهذا الشيء كنلاحظوا في البلاد ديالنا، مثلا في المغرب كتلقى على انه كاينين بزاف ديال الشباب اللي هما كتلقاهم اغريسيف، يعني مثلا كنشوفوا مثلا شي واحد خرج مثلا كبر ولا كيهز السيف ولا هادشي، راه ناتج على التربيه اللي تربى والعنف اللي كان مثلا كيواجه من طرف من قبل الاباء ديالو اللي كيخليك توصل لك الحاله. هنا هاد الاولاد كيبغيو يتجنبوا هاد الشيء، يعني ممنوع تضرب ولادك، لان ولادك ماشي لعبه، ولا حتى الا كنتي انت ما واعيش بالمسؤوليه ويعني ديال الاطفال، وانه راه كاين واحد الحمل ثقيل على الكتف ديالك، لانه ذاك الطفل راه هو المستقبل ديال اي بلاد. المستقبل هذاك الشيء بحال اللي قلتي، يعني الطفل هو المستقبل،
هو اللي غادي يمثل المجتمع يعني في المستقبل بحال اللي قلتي من 10 سنوات 20 سنة، هو اللي غادي يكون من ذاك المجتمع. والهدف ديال الدولة شنو هو؟ يكون مجتمع مزيان، يكون مجتمع غادي لقدام، ماشي مجتمع راجع باللور، فهمتي؟ دونك هما كيميزوا بزاف بزاف على الديفلوبمون ديال الدراري الصغار والحقوق ديال الدراري الصغار، كيف هنا يعني شي حاجة اللي هي أساسية. وحاجة أخرى عاوتاني اللي خلاتني درت هذا الفيديو هذا، بزاف ديال الناس اللي كيتواصلوا معايا تقول لك أنا راني يعني درت تبعت لا بروسيدور باش نجي لكندا تقريبا انا في ليطاب الاخرى، ولكن مؤخرا وليت كنسمع على انه في كندا كيديو الاطفال وداكشي، وانا عندي الاطفال وتراجعت على ديك الفكره ديال انني نجي لكندا سمحت في كل شيء. يعني راه مشكله هذه. لا مشكله هادشي، لا ما عنده حتى شي منطق صراحه. ما زعما ما يمكنش هاد الديتاي هذا زعما كيفاش غادي نقول لك يكون هو سبب باش غادي تراجع في القرار ديالك ديال الهجره ولا شي حاجه. يعني هادشي ما عنده تعمل ماشي منطقي. يعني تنقول انا بالنسبه حيت كاينين بزاف ديال المهاجرين تيقول لك على مؤيدين هاد القانون ديال الدي بي جي وداك الشيء، فالانسان ما فيها باس انه يعترض يقول انا فشلت في تربيه الابناء ديالي. علاش؟ لانه انت فاش ولدتي داك الطفل فترميتيه في الكاردوري باقي الحما حمراء، خدام نهار كامل، المراه خدامه نهار كامل، نتوما نهار كامل نتوما كتجيو غير الفلوس، تقول لك ولدي كبر يعني كندي ما كبر ماشي ما شاتش التقاليد المسلمين. انت زايده هنايا الحمد لله كتهضري بالعربيه، كتصلي، كتصومي، الحمد لله، يعني كلشي راجع للوالدين والطبيب ديالك. ما يمكنش انت ولدك غادي ترميه في الكاردوري الحما حمراء وكتخدم كتجي في العشيه حتى للساعه 6، صافي الانسان ما بقى كيجي كياكل كينعس. يعني داك ولدك رباتو الكاردوري كثر ما رباتو هنايا، وانت في بلد ماشي بلد مسلم، انا في الكاردوري ما يعلموش القران. داكشي انت اللي خصك تعلمو له، انت اللي خصك تربيه له. من الدور الاول كيبقى الدور ديال الوالدين، ماشي مخا كاع يكون كيمشي للكاردوري، شكون اللي مسؤول على التربيه؟ هما الاباء، ماشي الكاردوري يمشي يدوز فيها واحد الوقت يعني في وسط النهار، وفي الاخر غادي يرجع لوالديه. يعني هذيك لا ريلاسيون مع الابن ديالك كيفاش غادي تكون في الدار؟ فوالا، وديك لقيتي المشكل اللي راجع فيه الوالديه كتكون لقيتي ديال لا سوبيس ديال العشيه كياكلو كينعس، يعني ما كيهضروش معاه. خاص تعطي الطفل ديالك ان طون كاليتي، تجلس معاه، تعطيه وقته، يعني دوزو بيناتكم وقيته زوينه، تهضروا، ماشي غير يعني تمشيو في هذيك الروتين وتنساو راسكم وتنساو. انا عارفه بلي كاين مع الدراري كيكونوا لحظات اللي كيكون بنادم مشغول بزاف وكيكون ستريس وما كاينش الوقت، مي ضروري خاص كل نهار خاص تعطيه وقت لولادك ضروري اتولي جو، يعني يكون غير نص ساعه، المهم يكون هذيك الوقيته تكون زوينه، تكون كاليتي، فهمت؟ تكون كونساكري 100% للطفل ديالك، ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي يعني تاخذ لاتونسيون ديالك واخا غير نص ساعه، فهمتي؟ وي فهمت. ودابا ندوزو هذا الموضوع، هذا الموضوع كنظن انه الاغلبيه غادي يفهم العمق ديالو وغادي يفهمو مزيان ويعرف، لان هاد الدي بي جي هادي راه جات باش تحمي الطفل ديالك، تحمي الطفل من الاباء اللي تيكونوا مرضى نفسيين، الاباء اللي تنقولوا على ان احنا كبروا واحد التربيه اللي كانوا مقموعين فيها وبغاو ديك التربيه حتى هما يربيو بها اولادهم. النق انا ضد ان الاباء اللي تيعنفوا اولادهم ولا الاباء اللي كتكون عندهم مشكله يعني بين الزوجين، يعني كتلقى شي مشكل بيناتهم وداك المشكل غيعيشوا فيه حتى داك الطفل، يعني يكبر كله عقد نفسيه. الطفل ما خصوش كاع يكون عارف شنو المشاكل بين الزوج والزوجه، هذاك الطفل خصو يكون بعيد على داك الشيء، ما يكونش كاع جايب خبر حتى شي حاجه. فوالا، المهم راه كنتمنى انه هذا الموضوع هذا يعني تكونوا فهمتوه ونسدوه في مره وما تعاودوش عاوتاني تفتحوه معايا، لانه هذا الشيء راه كيف ما قلت لكم قبيله راه حمق، الا قلتي له بحال هذا الشيء راه غيبدا يضحك عليك. نقطه اخرى اللي مهمه بزاف وفهمتيني كارثه، يعني باش كنسمع الناس كيجبدوها راه انا كنصدم، تيقول لكم على انكم دابا يعني قريتي هنا وكلشي، تيقول لك على انه هنا في المدرسه كل الطفل تيعملوا فاش تيكون صغير تيربيو انه يكون مثلي. لا هادشي ما كاينش، ما عرفتش شنو مثلي يعني متحول جنسي، وما يمكنش تربي شي حد ومثلي يكون مثلي، هو ماشي مثلي، هو طبيعي مثلا شي حد طفل ولد غادي تربيه باش يكون مثلي، هو الطبيعه ديالو ولد، ما يمكنش. تقول لك لا، تقول لك راه الناس يعلموهم المثليه، هادشي اللي تقول لك الفكره اللي داخله عند الناس اللي غير سامعين ما فاهمينش. هما ماشي كيعلموك المثليه، هما كيوعيوك باللي راه كاين بزاف ديال الاشخاص مختلفه في الدنيا
وخصنا نحترموا كل واحد كيف ما هو، واخا نكونوا حنا مثلا ما متفقينش مع اختيارات ديالو في الحياه ولا مع حوايج كيديرهم، مي الاحترام هي اهم حاجه. خصنا نحترموا كل شيء كيف ما كان، يعني الا احترمك هو علاش انت ما غاديش تحترمو؟ حيت هو مثلي، يعني هادشي ما عنده حتى شي علاقه. يعني المهم تكون داكشي كل واحد في الحدود ديالو. ما كاين نسيسه ما تكون ما يكونش بحال مثلا كاين بزاف ديال المثليين يعني كيعيشوا لا ديسكريميناسيون مثلا. دونك يعني تخليو انه داك المثلي ممكن يندمج مع المجتمع، ممكن يقرا، ممكن يخدم اي خدمه، ممكن يعني عنده حقوق ديالو بحال اي شخص، ماشي حيت هو مثلي صافي غنرميه ولا غنحرقوه. بحال مثلا شي واحد معوق، نقدروا نقارنوها بهذه القضيه هذه. شي واحد معوق حيت معوق ما عندوش حقوق، ما يقدرش يعيش مع المجتمع، نو كيتادابتا وكيديروا اون سورت بلي كلشي يكون قد قد، فهمتي؟ وهذه اخوتي هي الفكره الغالطه اللي بزاف ديال الناس غير سامعين تقول لك على ان ولادنا كيعلموهم المثليه، وانما راه لا علاقه مع داك الشيء اللي نتوما كتسمعوه، ولا يعني واخدين نتوما الامور كامله واخدينها بالمقلوب. هنايا كيعلموا كل شخص يحترم الشخص الاخر، تيقول لك انا لانه الشخص ما تيختارش راسو، يعني داك المثلي ما اختارش انه يكون مثلي. داك الشيء فهمتيني؟ ما دابا اعطيكم غير مثال، مثلا الدومه، كلكم كتعرفوا الدومه ابن مدينه طنجه. واش الدومه كبر في كندا؟ واش الدومه كبر في السويد؟ واش الدومه كبر في سويسرا؟ الدومه كبر في المغرب، مثلي في المغرب. الو شكون اللي خلاه يرجع للمغرب؟ رجعوا للدوله، رجعوا للمدرسه ديال المغرب، هي اللي خلاته يكون مثلي. هو اختار انه يكون مثلي. كاين اللي كيحاول يعالج راسو، كيمشي عند الاطباء وكيدير شحال من خطوات باش يحاول يفهم شنو واقع ليه، يحاول يفهم علاش هو بحال هكا، علاش هو مختلف على الاخرين. مي مالوغوزمون ما كيلقى حتى شي اكسبليكاسيون، كيلقى راسو هو هكاك، هو طبيعته هكاك، ما يقدر يدير حتى شي حاجه. يعني اللي نجيو كاع نفهموها بالمفهوم ديال الناس يقول لك انهم كيعلموا المثليه، ما يمكنش واحد زاد راجل غادي تقول له ولي مراه، راه امبوسيبل، راه اللي راجل راجل. هادشي ضد لا ناتور، ضد لا ناتور ديال بنادم، ضد ديال ليتر هيومان. هادشي عند شي واحد دري صغير غتقول له فهمتيني انت تولي مراه، ما فهمتيني راه كيف ما قلت لكم راه الاحمق الا قلنا له هادشي غيبدا يضحك علينا. الانسان عاوتاني راه يحاول ما يعني يحترم داك العقل اللي عطاه الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين الخوت. المهم نتمنى هذا الموضوع هذا اللي موضوع كبير بزاف وخالق ضجه كبيره وبزاف الناس كيتخوفوا منه، تكونوا انكم يعني فهمتوه بطريقه صحيحه. ونتمنى فهمتيني من القلب الخالص، الناس اللي هي يعني عندها الفكره باش تجي هنايا ولا بدات لا بروسيدير ومتخوفه من هذه المساله هذه، فما تخافوش. كيف ما قلت لكم راه الابناء والتربيه ديالتهم راجعه للوالدين. الا ربيتك والدي الا ربيتي ولادك مزيان راه ما يمكن شوف الا زرعتي غير واحد الشجره وهملتيها وما بقيتيش كتسقيها ولا حتى شي حاجه، غادا تمول وغادا تموت وغادا تدبل. راه ما بالك الابناء ديالك الا ربيتهم تربيه حسنه وعطيتيهم وقت وتصالحتي معاهم وتصاحبتي معاهم، ما ديش على انك انت هو الاب، انت هو السلطه العليا، يعني كلامك هو اللي كيمشي. حتى حنا حتى الاباء تيغلطوا، الاباء هما تيغلطوا. راه الابن خصك تعطيه ديك خصك تعترف انت بالغلط ديالك قدامه باش هو يتعلم منك. شنو يتعلم منك؟ كبر يتعلم بلي هو خصو يعترف بالغلط ديالو، خصو يطلب السماحه. ما بقيتي متكبر حتى هو، حيت حنا تربينا في واحد البيئه ديال جدودنا على بحال انهم ملائكه. ما لا تقول لك يعني شي واحد غلط وكان شي واحد صغير جا قال له راك غلطه بابا مثلا، غايقول له ما كتحترمش اللي كبر منك. لا اللي كبرت هما كيغلطوا. كلنا الطفل عنده الحق وهذاك اللي كبير هو اللي غلط. ولا مشى تجابه معاه يعطيه العصا، راه كيفاش كتدخل دي بي جي؟ ما تيبغيوش ذوك الاباء اللي مرضى فهمتيني يخرجوا على الابناء ديالهم، لان الابناء هادو راه هما في هذوك الابناء الصغار ممكن واحد تلقاه هو الاول برومي مينيستر ديال كندا. هذا الشيء اللي كاين الخوت. المهم هذا هو الموضوع ديالنا، نتمنى انه يعني نكون يعني وفينا وسوفينا يعني وطرقنا كاع النقاط اللي نتوما كنتو كتسولوا عليهم. والمهم من هذا المكان الرائع ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو لي فراسكم كاملين، والسلام عليكم.